ينضم إلينا من وسط لندن مراسل بي بي سي محمد طه. محمد، ما الجدل الذي يدور حول الانتقادات الموجهة للحكومة في فشلها في التعامل مع وباء كورونا؟ مرحبا بك حمدان ورمضان كريم. طبعا بوريس جونسون واجه للمرة الأولى زعيم المعارضة سير كير ستارمر اليوم في البرلمان، الذي واجهه بأسئلة صعبة في الوقت الذي أصبحت بريطانيا فيه في المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات. أول الانتقادات هي الاختبارات المعارضة تقول إنها غير كافية وتطالب بزيادة هذه الاختبارات، ورد جونسون على ذلك بأنه سيتم زيادة عدد الاختبارات إلى 200,000 اختبار في اليوم، وهذا رقم طموح، حيث أن الرقم الحالي ربما يصل إلى 80,000 إلى 100,000 اختبار. الانتقاد الآخر هو عدد الوفيات في دور رعاية المسنين، والذي يرتفع باضطراد، يعني عدد الوفيات في المستشفيات يقل إنما عدد الوفيات في دور رعاية المسنين يزيد، ورئيس الوزراء البريطاني عبر عن أسفه عن ذلك وقال إن هناك جهود تبذل لحل هذا الموقف. الانتقاد الثالث هو موضوع الإغلاق، يعني ننتظر أن يطلع علينا بوريس جونسون هنا في داونينج ستريت يوم الأحد المقبل بإعلان استراتيجية حكومته عن رفع الإغلاق. كيف سيرفع الإغلاق مثلا في قطاع الطيران حيث يجب أن يتجاور الركاب؟ كيف سيرفع في المدارس حيث هناك اختلاط كبير بين طلاب المدارس؟ كيف سيتم التعامل مع ذلك في الوقت الذي عانت فيه الحكومة من أزمة اليوم، وهو استقالة أحد كبار مستشاري الحكومة العلميين، وهو نيل فيرغسون، بعد أن خلق الإغلاق بنفسه عندما كشفت إحدى الصحف أن صديقته أو عشيقته المتزوجة زارته في منزله على خلاف تعليمات الحكومة برفع الإغلاق. إذن هذه هي الأمور التي تواجهها الحكومة فيما يتعلق بالانتقادات الموجهة إليها. من لندن مراسل بي بي سي محمد طه، شكرا لك.